طلاب، قبل لا ناخذ التفاعلات، بالنسبة للخصائص الفيزيائية تشبه خصائص الفيزيائية للكائنات، يعني بالنسبة لدرجة الانصهار والغليان والكثافة والذوبانية نفس مشابه، يعني تزداد بزيادة طول السلسلة، وإذا أكو تفرع تقل، يعني تفرع يقلل من المساحة السطحية. فهسه شنو عندنا؟ عندنا reaction of alkenes، يعني تفاعلات الالكينات. تفاعلات الالكينات راح تصير حسب المجموعة الفعالة اللي هي C double bond C، يعني يصير التفاعل على C double bond C فقط. هاي واحدة. اثنين، تفاعلات الالكينات هي تفاعلات إضافية، وعندنا أنواع تفاعلات إضافية. مثلا الأول هايدرو هالوجينيشن. الهايدرو هالوجينيشن يعني راح أضيف أنت هيدروجين وهالوجين مجتمعات سوا، يعني راح أضيف HX والX هو كلور أو بروم أو يود. إذا كان الألكين متناظر ما عندنا مشكلة، الH تجينا والBr تجينا أو بالعكس ما عندنا مشكلة، لأن هي كل حوار راح تاخذ رقم واحد إذا كان الألكين متناظر. إذا كان الألكين غير متناظر، يعني شنو متناظر غير متناظر؟ يعني هاي الجهة تشبه هاي الجهة يسمونها متناظر، هاي الجهة ما تشبه هاي الجهة يسمونها غير متناظر. فإذا كان الألكين غير متناظر تكون الإضافة حسب قاعدة ماركونيكوف، تكون الإضافة حسب قاعدة ماركونيكوف. ماركونيكوف شو يقول؟ يقول تضاف الـ H للذرة الأكثر H، وتضاف الهالوجين للذرة الأخرى. يا ذرة ويا ذرة نقصد عليهم، هاي الذرة وهاي الذرة. شنو السبب هاي وهاي؟ لأن الآثار المزدوجة بيناتهم التفاعل يصير عليهم، ما لي علاقة لا بهاي ولا بهاي. فهي هي الأكثر H هاي، فأضيف لها H هنا، والأقل H أضيف لها اليود. صاعد التفاعل هذا CH3 CH2 وجاله H صار CH3، وهنا أنا عندي اليود. لو نجي لهذا التفاعل، عندي حلقة، أنت لا يدوخك يجيب لك حلقة ما لك علاقة، أنت تمشي على الآثار المزدوجة، هنا التفاعل أحسن. هاي عندي زاد HCl يعني HX، يهي الأكثر H، هاي لو هاي أكيد هاي أكثر H. ليش؟ لأن هاي الكربون هاي متصلة بحلقة منها، متصلة بمجموعة مثل منها، ومنها متصلة بكربون، ومنها متصلة بعصر مزدوج يعني مشبعة. بينما هاي لا، هاي بيها هيدروجين وحدة، فتضاف الـ H للذرة الأكثر H، وتضاف الكلور للذرة الأخرى. فضفنا هنا H العفو كلور، وهنا ضفنا H، فانكسرت الآثار المزدوجة. هنا H، هذا الـ H يجي هنا، وهذا الـ Cl يجي هنا، يعني التفاعل قلنا يصير على هذا. إذا هذا السؤال، هذا الواجبات، أحد الواجبات المعطاة هذه، فراح يصير التفاعل هنا، من الذرة الأكثر H هاي، من الأقل H هاي، فإذا البروم يجي هنا، والهيدروجين يجي هنا، فشو يصير هذا التفاعل؟ يصير هاي الأسرة تبقى، والحلقة نكتبها. بس شنو عندي؟ عندي هاي الأسرة نحذف هنا راح يصير تفاعل عليها. هنا قلنا نخلي بروم، وهنا نخلي هيدروجين. هاي فيما يخص التفاعل الأول. التفاعل الثاني اسمه hydrogenation of alkenes. hydrogenation أو hydration of alkenes، يعني يقصد به hydration يعني إضافة ماء. hydration. hydrogenation إضافة H2. بس عندنا hydration. hydration أضيف ماء وبوجود عامل مساعد ينطي كحول. give alcohol. ماشي؟ يعطي كحول. إذا كان الألكين متناظر ما عنده مشكلة، والماء تخلي ببالك ينضاف على هيئة HOH، ينضاف على هيئة HOH. كيف يريد أخلي الـ H هنا أو الـ OH هنا؟ ما عندي مشكلة، لأنه الألكين متناظر هذا الجزء يشبه هذا الجزء، إذا التفاعل الأول ما عندنا مشكلة به. الثاني غير متناظر، هذا متناظر
وهذا غير متناظر. إذا غير متناظر تكون الإضافة حسب قاعدة ماركونيكوف. الماركونيكوف قلنا الـH2O تنضرب على HOH. ماركونيكوف شي يقول؟ يقول تضاعف الـH للذرة الأكثر H، إذا هاي الناتجي تضاعف الـH للذرة الأخرى. شوف تفاعلي دائما جسر على أسر المزوجة. إذا نكتب CH3CH، من تكتب التفاعل بعد أسر مزوجة تصير مفردة، دير بالك مو ترجع تكتبها. هاي أسر مفردة صارت CH2، راح ألون هنا لك حتى تكون عندك واضحة. هنا اجت الـOH وهنا اجت الـH، يعني هاي CH3 يصير. بالنسبة لهذا هم عارفين غير متناظر، تضاف الـH للذرة الأكثر H، هنا تضاف الـOH فصار عندي هذا CH3CH2، وضيف الـH صار CH3، وهنا أنا شنو جي OH. فصار شنو اسمه دار ديزمين للتزمين؟ 1-2-3 على ذرة كربون رقم 2 اكو ميثايل، فاثنين ميثايل وهذه 2 مات الـOH. 1-2-3 بروب بون، بروب بون وهو كحول، اضيف له اول بروب بون، او تقول 2 ميثايل بروب 2 اول. ماكو نكمل وياكم التفاعلات. اخذنا هايدريشن اوف الكينز، لكن شنو اخذنا؟ اخذنا الH2O اديشن H2O باي كاتاليست اللي هو الحامض. هنا اكو جزء ثاني بالهايدريشن اوف الكين، نضيف ماء، بس شنو نضيف له؟ نضيف له NaBH4، نضيف له HGOAC2، يعني اوكزيمر كريشن. فشنو عندنا هسه؟ نفس الشيء الاضافه. انا طبعا شنو عندي؟ عندي العوامل المساعده مالتي، العوامل المساعده ذولي 1 و2، لكن انا اضافتي شنو راح اضيف؟ اديشن H2O، راح اضيف ماء. فانت هذا التفاعل تحفظه، اذا اضيف ماء ويا ذول العوامل مجرد تضاف الاس للذره الاكثر اتش وتضاف الاس للذره الاخرى، اذا ما عندنا مشكله بيها. فقط العامل المساعد اختلف، هاي CH3 وهنا خلينا اتش تضاف الذره الاخرى، هنا هاي OH. الثاني نفس الشيء، نفس التفاعل، ما دام نفس العامل المساعد نفس التفاعل. اذا التفاعل الشغل ما تحصل هنا، هاي الذرة هاي الذرة، هاي الاكثر اتش وهاي الاقل اتش، او اتش تجي هنا وهنا تجي اتش. فاذا نرسم المركب نفسه، هاي هذا التفاعل نفسه. شو راح اسوي هسه؟ اضيف هنا اتش وهنا او اتش، هاي او اتش وهاي اتش. اذا عندي العامل المساعد بي اتش 3 بوجود تي اتش اف، وعندي H2O2 وعندي OH سالب، ذن العوامل عسه. إذا لقيت ذن العوامل عسه، هذا التفاعل يسمونه أوكسيديشن، يعني أكسدة، وتكون الإضافة حسب قاعدة ماركونيكوف، لكن بالعكس أنتي ماركونيكوف، يعني عكس قاعدة ماركونيكوف. هسه العقل العكس قاعدة ماركونيكوف شو حصير؟ ما اقول تضاف الاتش للذرة الاكثر اتش، لا، تضاف الاتش للذرة الاقل اتش وتضاف الاتش للذرة الاخرى، اذا هاي عكس قاعدة ماركونيكوف. هاي CH3 تضاف الاتش للذرة الاقل اتش، اذا هنا خلي اتش، وتضاف الاتش للذرة الاخرى خلينا اتش. عكس هذا التفاعل الوحيد عكس قاعدة ماركونيكوف. إذا أخذ التفاعل الثالث اسمه هالوجينيشن أوف الكينز، الهالوجينيشن يعني إضافة هالوجين أديشن إكس 2. إذا كان الكين متناظر ما عندي مشكلة، سيل 2 تجي ناسي أو ناسي أو ما عندي مشكلة. أما إذا كان الكين غير متناظر، الكين غير متناظر مثلا هذا، او متناظر لكن شنو؟ اذا متناظر ما عندي مشكلة، تجي هنا تنضاف وتجي هنا تنضاف. اذا غير متناظر بس هنا حسب قاعدة ماركونيكوف. هسا هذا متناظر ما عندنا مشكلة، تجي هنا بي ار وتجي هنا بي ار، يعني هاي الاصل المزوجة مالتنا.
راح يكون سي اتش 3 سي اتش سي اتش سي اتش 3 راح يتكون عندي هنا بروم وهنا بروم. هسه واحد يقول لي زين وهذا سي اتش 2 سي اتش 2 هذا عامل مساعد، العامل المساعد يدخل بالتفاعل وما يتفاعل فقط يساعد على التفاعل. البي ار 2 هو اللي راح نضيفه. زين التفاعل الرابع addition of HOCl or HOBr، يعني راح اضيف لو HOCl لو HOBr. شوفوا ال HOCl وال HOBr شغلتين، يا اما ينطيك على السهم HOCl او HOBr او ينطيك على السهم Br2H2O. انت يجي ببالك ال H2O وال Br2 يعطيني هذا الناتج اللي هو يتفاعل زائد هذا اللي هو داخل بالتفاعل فقط، وهنا نفس الشيء هذا اللي هو داخل بالتفاعل. يعني اذا اعطاك هذا جاهز ما عندك مشكله تضيف او اتش وبي ار وتضيف هنا او اتش وسي ار. اذا لا اعطاك هذه انت يجي ببالك راح يتكون عندك هذا وهذا، هذا يتفاعل وهذا ناقص تنور. نجي للامثله. مثال الاول عندي هذا انطاني Br2H2O اجبالي على التفاعل Br2H2O تكونها، راح اضيف OH و Br بس ما عندي مشكلة. هذه هاي العصر المزدوجة بعد راح تنكسر، هنا اضيف ال Br هنا اضيف ال OH او العكس، هنا ال OH وهنا ال Br ما عندي مشكلة. زائد شنو؟ زائد HBr ثابتة HBr OH و Br تنضاف. هذا التفاعل نفس الشيء، بس شنو انت من يجيب لك هيك احتمال تتخربط، انت مالك علاقة، شغلك هنا راح يصير على العصر المزدوج مثل ما صار هنا راح يصير هنا. فإذا نكتب هذه هاي، إذا الشغل مالتنا راح يصير هنا وهنا صح؟ شنو عندي هنا انا؟ H2O Br2 H2O Br2 يعطيني هذا وهذا، هذا يتفاعل هذا ناتج ثانوي، يعني هنا زائد HBr. هسه عندي هنا اريد اضيف OH مثلا، هنا اريد اضيف Br او بالعكس هنا Br هنا OH. سجلوها طلاب، نكمل ياكم التفاعلات. وصلنا للتفاعل الخامس اللي هو Oxidation Reduction Reaction، يعني تفاعلات الاكسده والاختزال. ناخذ اول شيء الاكسده الاكسديشن اديشن او اس او 4، يعني راح نضيف العامل المساعد او اس او 4 راح يتحول الالكين الى جلايكول. شنو الجلايكول؟ مركب يحتوي على 13 هيدروكسيد 13 هيدروكسيد متجاورات، وحده وصف الثاني يسمونه جلايكول. بس شنو عندنا؟ عندنا هذا المركب ضفنا له الـ OSO3 او OSO4، هذا يسمونه الـ Ozonization، هذا التفاعل. فش راح يصير عندي؟ هاي الأثر تنكسر تتكون حلقة ثانية، هاي ما عندي مشكلة انكسرت هاي الأثر. شو راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي كم أكسجين؟ عندي أربعة، هاي وحدة وهاي اثنين. هنا OS هذا العامل OS، هاي أكسجين اثنين ثلاثة أربعة. ليش خلينا عنصر مزدوج؟ لأن التكافؤ مال الـ OS هو شقد؟ سداسي، فعندك ثلاث ست عناصر يصير مرتبط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذا التفاعل من أضيف له NaHSO3 وبوجود الـ H2O راح تنكسر عندك هاي العناصر، راح يتكون عندك وتنضاف H هنا وهنا. شو راح يتكون عندي؟ مركبة هنا اكو OH، طبعا هذا تحفظه يعطيك سز، يعني اثنيناتها بنفس الاتجاه، هذا OH، هذا شو يسمونه؟ سز واحد اثنين سايكلو حلقي. هو شنو اسمه؟
خمسة بنت بنت أو بنتان وعدي هوج اثنين أقل دايو دايو اثنين داي والأول كهو الاختزال reduction of alkenes الاختزال الاختزال يسمونه hydrogenation يعني إضافة H2O H2O بوجود عامل مساعد اللي هو البليديوم وتسخين وضغط هاي مجرد راح تنضاف اتشنا اتشنا تنكسر على اصل المزوجة راح تكون عندها الكان يعني من تحولت من الكين الى الكان اذا تتذكرون اخذنا هاي الطريقة تحضر الكانات عندي synthesis of alkynes يعني تخليق او تحضير الالكينات منين احضر عندي هسه هذا الكان اضيف له H2 وجود البلديوم شو راح يتحول الى سيس الكينز ماشي سيس الكينز واذا اضيف له صوديوم طبعا هنا شو بتكون عندي سيس بس اذا اضيف له صوديوم وجود الامونيا السائله راح يكون عندي ترانس هذا يعني مرات يريد من عندك سيز لازم تفعل عامل مساعد إذا أراد من عندك ترانس أضيف على عامل مساعد إذا خلالك على عامل مساعد تقول له سيز يطلع الناتج إذا العامل مساعد هذا تقول له ترانس واضح؟ بس ما عندك مشكلة مجرد هذي وجهين جت هنا وجت هنا كون عندي هم انكسرت على الأسر هذا نفس التفاعل هم اجت هيدروجين هنا وجت هيدروجين هنا انكسرت الأسر وقد أسرت هنا هنا ثلاثية صارت هنا إذا أضيف له بعد هيدروجين راح تنكسر على الأسر يصير مثل هذا التفاعل التفاعل الأخير هذا CH3C111CH زائد H2 راح أضيف هنا H وهنا H شاهد كون عندي CH3 راح أكتب لكم جوا هنا CH3C111CH راح أخلي هنا H وهنا H أو تقول CH2 هذا فيما يخص الالكان طلاب نكمل وياكم طرق تحضير الالكينات رقم 2 dehydration of alcohol يعني سحب جزيئة ماء من الكحول بوجود حامض اما H2SO4 او H3PO4 يعني حامض كبريتيك او حامض الفسفوريك شنو راح يصير هاي مو عندي OH هاي الوجه وهاي المجاورة اللي هي الكربون طبعا هاي دارة الكربون شنو بيها OH وبصفها مجموعة ثانية بيها H فراح يصير تفاعل على راح اخذ منها OH واخذ منها H يعني هذا باعتبار يصير CH2H يعني CH3 فراح هاي الوجه تاخذ ال H وهاي الاسرة ينكسر هنا صار عندي كسر هنا صار عندي H3C C هنا OH طلعت وهنا عندي CH3 وهنا دبل بون CH2 كأنه ما تقدر يتفرع عادي ماكو مشكلة زاد H2 باعتبار سحب جزيئة ما عيد هاي لو اتش تاخذ اتش وهاي الاتش مو طلعت انكسر الاسر صارت هنا اسر ومزدوجة لو اجي لهذا التفاعل نفسه هنا الاتش الموجب يقصد بي اتش 2 سوفور او اتش 3 بي او 4 هنا شنو راح يصير عندك لو اتش راح تاخذ هاي الاتش وهاي الاتش تنكسر هنا صار عندي المركب هنا اسر ومزدوجة وهنا H وهنا H ما نكتبه زائد H2 باعتبار سحب الجزيئات التفاعل الثالث dehydrohalogenation يعني راح اسحب هيدروجين وهالوجين يعني HX منين اسحبه من هاليد الكيل شنو شلون عرفت هاليد الكيل RX اللي هو هاليد الكيل
فهسه شنو عندنا هنا؟ هذا هو الار كله وهذا الاكس. فشنو عندي؟ عندي راح اسحب اتش اكس هذه وهذه يسحبون. هاي البي ار تاخذ الاتش والاتش هنا انكسر، صار عندي مركب، صار عندي سي سي هنا دبل بوند، هنا الاتش هاي راحت وقت هنا عندي اتش اتش، وهنا وقت اتش اتش اعتبار البي ار طلعت، يعني هنا زائد اتش بي ار سحبنا اتش اكس. اما التفاعل الاخير اللي هو رقم 4 دي هالوجينيشن، يعني سحب هالوجين اكس 2 سي ال 2 بي ار 2 وهكذا. مثلا ها راح اسحب هاي هاي وهاي اسحبهم، وحده تاخذ هاي تجي تنكسر لازر هنا، صار عندي سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 زائد بي ار 2. هذا نفس الشيء، انا اسحب بي ار 2 هاي تاخذ هاي وتنكسر لازر، صار عندي سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش 2. هاي طرق تحضير الكينات. طلاب لهنا وننهي محاضرة الكينات.